بكم من على المقهى مرة أخرى. اليوم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين الذين يخوضون ابتداء من اليوم السباق نحو قصر الرئاسة. 13 اسما هي ما تحدثت عنهم اللجنة العليا للانتخابات بصفة هذه الأسماء. الآن هي آخر الخريطة، هذه هي الخريطة النهائية، سنتحدث عنها مع كل من الأستاذ نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للمحاماة، أهلا بك، والأستاذ أحمد الصاوي مدير تحرير صحيفة الشروق، أهلا بك. أهلا بك. أبدأ معك أستاذ أحمد، كيف رأيت استبعاد الفريق أحمد شفيق وعودته مرة أخرى للسباق؟ يعني أنا بعتقد إن المبررات اللي قدمتها اللجنة النهاردة زائد ما صار حول قانون العزل من شبهات هي مسائل منطقية جدا. أنا بعتقد أن القانون في حد ذاته كان قانون كل فقهاء الدستور والقانون متفقون على وجود عوار دستوري فيه لأسباب كثيرة، أولها أنه بيصدر خارج، ممكن أستاذ نجاد يكلمنا في الموضوع ده، خارج الثقافة العامة للقانون. المفروض يصدر من أجل مبادئ عامة ومن أجل دون أن يستهدف أشخاص بعينهم، لكن هذا القانون صدر مستهدفا شخص عزلته اللجنة قبل أن يعزله القانون، وامتد تأثيره إلى أحمد شفيق. أيضا القانون لم يستهدف مثلا من ينتمون الى النظام القديم بشكل معمم يعني، لكنه انتقى مناصب محدده وحاول ان يتجاوز عن مناصب اخرى ليحمي اخرين في الحكم. يعني المساله فيها عوار شديد، الى جانب انه تم اقرار هذا القانون بعد فتح باب الترشح للرئاسه، وبعد أن اكتسب كل مرشح من المرشحين مركزا قانونيا بأنه مرشح مقبول بعد غلق باب بعد إعلان القوائم الأساسية. اللجنة أحالت الموضوع للمحكمة الدستورية بعد تظلم أحمد شفيق، وفي هذه الحالة المحكمة الدستورية هي بتنظر نظرة لاحقة على القانون. أيضا اللجنة تحصنت بالمادة 28 من التعديلات الدستورية، ونص هذه المادة هو أحد النصوص التي اكتسبت إرادة شعبية لأن الناس صوتت عليها بنعم، وكان كان جزء كبير من الأغلبية البرلمانية الحالية هي جزء من حالة الحشد لإقرار هذه التعديلات. نحن الآن نعرض الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، نعرضها الآن على شاشة الجزيرة. أذهب إليك أستاذ نجاد، أنت كيف ترى أيضا نفس السؤال، عودة الفريق أحمد شفيق، هل فعلا هناك عوار يعني في هذا القانون يعني، أم أنه يأتي في سياق مخالفة؟ لا بصي، زي ما تفضل أستاذ أحمد وقال، أي حد أي إنسان كان يعلم أن هذا القانون التعديل هو تعديل على القوة الحقوقية السياسية في الحقيقة كان معمول بعور دستوري. القوانين زي ما تفضل وقال تصدر عامة مجردة، فإذا صدرت القوانين لشخص معين أو لمنع أشخاص بعينهم تبقى غير دستورية. هذا الشخص المعين استبعد من أسبوعين، ولكن مع ذلك رفع نفس الشعار والمطالبة بنفس القانون في الجمعة الماضية. ما هو أنا عايز أقول لك حاجة، يعني معلش، الناس يعني الناس تطالب بفكرة أنه المنتمين إلى النظام السابق ما يمارسوش سياسة. أنا ممكن أفهم المطلب ده، بس ما أفهمش إيه الفرق بين الدكتور كمال الجنزوري مثلا وبين الدكتور عاطف عبيد. يعني الدكتور كمال الجنزوري ارتكب من الخطايا والأخطار وربما بين إلى ليل من المفاسد في القطاع العام يمكن قد اللي عمله الدكتور عاطف عبيد، فأعزل عاطف عبيد والجنزوري لا، عشان ده من 98 وبين 10 سنين ليه؟ يعني اللي حط هذا القانون في سؤال، يعني هي العشر سنين الأخيرة فقط من حكم الرئيس مبارك والذين شاركوا فيها هي بس اللي عليها مشكلة؟ فكان واضح ان هم في الحقيقة مستهدفين، حتى ما كانوش مستهدفين الفريق أحمد شفيق، هذا كان مستهدفه اللي هو عمر سليمان. فلما كمان مشي اللي هو عمر سليمان كثيرين جدا هبطت عزيمتهم حتى من الذين وضعوا القانون للقانون، فبقاش حد بيسأل عنه يعني. وانا افتكر انه من الأوفق والأرفق ان المحكمة الدستورية تنظر فيه يعني بأسرع وقت ممكن وننتهي منه. والخطورة في القانون ده في الحقيقة ان لأول مرة يستخدم مجلس الشعب سلطته السياسية لمخالفة القانون قاصدا مخالفة القانون.
مخالف من وجهة نظرك يعني لماذا كان قاصد اذا كان قاصد فعلا؟ ليه؟ لانه هم كانوا خايفين من عمر سليمان من الاخر ده يعني. كان استخدام سياسي للاغلبيه البرلمانيه بشكل مباشر يعني لان حتى لو المبدا موجود وفي قناعه به لدى المجلس. الفريق احمد شفيق مثلا اعلن ترشحه للرئاسه من مارس من العام الماضي يعني الفكره ان هو لم يهبط مش كده يهبط. الفريق احمد شفيق كان رئيس وزراء لمده اقل من 3 اشهر. تعزل احمد شفيق وتسيب الجنزوري اللي قعد بقى 3 سنين مثلا يعني في شيء لم يكن مفهوم. وبعدين لما تحدث عن هذا القانون لم يضع في اعتباره كل هذه الثغرات. ما هو في حاجه اسمها الغرض مرض. في حاجه اسمها الغرض مرض. عندما تريدين شيء ربنا بيعمي بصيرتك ما تشوفيش فتقعدي تخبطي في الحلل. الفرق الوحيد في الحقيقه ان مجلس ما قبل الثوره كان بيخالف الدستور وهو عامل نفسه مش واخد باله. مناقشات هذا المشروع وده اللي خضني ان برلمان الثوره الذي جاء بشرعيه في ناس قالت فيه طز في الشرعيه الدستوريه مش عايزين شرعيه. طب انت لو طز في الشرعيه الدستوريه انت موجود في مكانك ده بالشرعيه الدستوريه. هي دي المشكله يعني. عوده الفريق احمد شفيق جعلت المستبعدين الاخرين والمسؤولين عن حملاتهم ومنهم الشيخ حازم صلاح اسماعيل يعني يتحدثوا عن لماذا عوده شفيق فقط ومش عوده اخرين على الرغم ان الاخرين تم استبعادهم يعني لامور مختلفه معايير مختلفه لم تنطبق عليهم. انت كيف ترى هذا الموضوع تحديدا انصار الشيخ حازم صلاح اسماعيل ده جزء والذين يعتصمون حتى اليوم في ميدان التحرير في مساله تسييس المسائل. لكن فكره استبعاد حازم ابو اسماعيل مختلفه تماما عن استبعاد شفيق يعني الموضوع مختلف. لكن كل واحد مؤيدينه هم مش شايفين كده. الموضوع مختلف في الحالتين يعني فكره ان اللجنه كما قالت اليوم في مؤتمرها الصحفي هي اعملت القانون وفي النهايه هي اعملت القانون في نص في استبعاد حازم ابو اسماعيل. وكل هذا بيسترد الى فكره الكلام اللي بيقوله الاستاذ نجاد ان الناس بتحاول تنقلب على الاسس التي جاءت بها. بمعنى ان احنا كان عندنا اعلان دستوري كان عندنا قصدي تعديلات على الدستور كانت هي حجر الاساس للعمليه السياسيه كلها. كل هذه الاطراف وكل هذه هذا البرلمان وهذه الاغلبيه وكل هذه الاشياء خلقت من هذه التعديلات من بدايه هذه التعديلات. اليوم هناك من يطعن على المواد التي صوت عليها الناس بنعم وهذه الاغلبيه قامت بحشد الناس من اجل ان يصوتوا عليها وحاولت ان تغازل عقائدهم وان تحشدهم على اسس عقائديه وطائفيه من اجل ان يصوتوا بنعم. يعني انا بستغرب النائب صبحي صالح وهو كان عضوا في لجنه التعديلات الدستوريه في 28 بالامس قال لصحيفه الجريده الكويتيه ان الماده 28 ليست خطا وانه راض عنها تماما لانها لا تحصن اللجنه فقط لكنها تؤمن المرحله الانتقاليه من اللغط ومن الطعن. ثم قال اليوم انه سينزل مع الاخوان في مليونيه لاسقاط اللجنه الرئاسيه التي افرزتها التعديلات الدستوريه. ففي تناقض غريب وفي استخدام سياسي للقانون واستخدام سياسي للدستور ولعب باشياء في النهايه بتلتف حول رقابهم في الاخر. بس انا عايز اقول لك حاجه. شوفي حرفنه الاخوان المسلمين. مين اللي قدم القانون؟ عصام سلطان وقدم مشروع. ومين اللي عمل التعديل على المادة 2؟ عمرو حمزاوي. والاثنين خصوم سياسيين للإخوان. فالإخوان زقوهم وصوتوا من وراهم. يعني إيه زقوهم؟ يعني زقوهم بمعنى يعني أنك شجعتيهم. يعني أنا عايز أقول لك حاجة. لا يعني هي الفكرة إيه؟ الفكرة إن أنت الإخوان المسلمين استطاعوا أن يستخدموا كل الأدوات المتاحة لكي تحدث مخالفه دستوريه للقانون يبقى دونهم انهم صوتوا. ولما بيقولوا بقولش اخوان صوتوا بيقول لك البرلمان صوت. طب وكان البرلمان يعني ده كلام من عند ربنا. هناك من يسال طب انا ليه الوم على اللي زق مش اللي اتزق بسرعه كده؟ ماشي مفيش مشكله. بس انا عايز اقول لك انك قدام تيار يعني طاغي وسياسي محترف وده عايز لعب سياسي معاه. يعني انت لما تحطي بتوع الاخوان جنب عصام سلطان وعمرو حمزاوي دول لسه مستجدين في لعبه السياسه والناس دي اسنانها اتقلعت في لعبه السياسه. فده يوريك الفرق بين انك ايه واحد لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وواحد لعب مع حسني مبارك في انتخابات 2005 ولعب مع حسني مبارك في انتخابات 2000 ثم لعب مع النظام وعمر سليمان بعد الثوره على طول. يعني ده يوريك ان انت عندك تيار سياسي قادر
ويستخدم قدرته للعبث بالتشريع بالدستور. سنستكمل الحديث حول المشهد السياسي والمشهد الرئاسي المشتعل الآن، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى من على المقهى. كنا نناقش قبل الفاصل ما استقرت عليه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفة الخريطة النهائية للانتخابات الرئاسية مع الأستاذ نجاد البرعي ومع الأستاذ أحمد الصاوي. أهلا بكم مرة أخرى. قبل الخريطة النهائية كان هناك ناس بتطلع وناس بتدخل وناس وكلام مثار كثير، أنت كيف رأيت استبعاد المهندس خيرت الشاطر وفي مصلحة من يصب هذا الاستبعاد؟ بص انا رايي ان استبعاد المهندس خيرت الشاطر في النهايه يصب لمصلحه ابو الفتوح، ما هي دي كتله على بعضها هتاخد من بعض في النهايه. استبعاد خيرت الشاطر واصرار الاخوان انهم ينزلوا مرسي تقدير الهدف منه الحفاظ على تماسك التنظيم اكتر منه المنافسه الحقيقيه على الرئاسه، يعني هذا الاستبعاد لا يصب في مصلحه الدكتور محمد مرسي. لا هو في النهاية استبعاد خيرت الشاطر قصدك ما هو محمد مرسي كان بديل في كل الأحوال، يعني لو كان خيرت الشاطر فضل في السباق ما كانش عندنا محمد مرسي. صحيح، ولكن مش الآن هو مش في الصورة مثل خيرت الشاطر. هو في الحقيقة أنا رأيي إنه ربما الإخوان يعتمدوا على المنهج أكثر من الأشخاص، لأنه الدكتور المهندس الشاطر والدكتور مرسي ما هماش لهم يعني إيه الطلة بصراحة، يعني ولا الطلة ولا حسن الكلام، يعني في عندهم محامين في عندهم ناس تقدر تتكلم أحسن من كده، بس هم في النهاية بيقدموا اللي هم يعني التراتبية في التنظيم، نائب المرشد عضو مجلس، يعني كل حد له دور. أنا ما افتكرش إن في فرصة عند مرسي أبدا، وهو بياخد من أنصار في النهاية من ناس كانت هتدي أبو الفتوح، فربما هو هيبيضغط على فرص أبو الفتوح. إذا ما سبب في كل الكلام اللي كان داير إنه حد الإخوان هترشحه يكون القلق منه هو ده؟ بص أنا عايز أقول لك الإخوان بيعملوا الإخوان الآن تدفع بيه الدكتور محمد مرسي بقوة. ما أنا هقول لك، بس الإخوان بيعملوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو مسيرته بالرعب مسيرة 40 يوما، بمعنى أنه هو إيه يعني وقذفنا في قلوبهم الرعب، فهم بيحاربوا بشيء معنوي كده، إحنا الإخوان وإحنا عندنا وإحنا كذا. ظروف الانتخابات البرلمانية لا يمكن القياس عليها، وبالتالي هتشوفي في الانتخابات الرئاسية أداء مختلف وقوة مختلفة، قد يستطيع الإخوان أنهم يشتغلوا هنا 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 في ظروف أن القوى السياسية ضعيفة. الآن هم قدام تحدي أفتكر قوي جدا، هم مهتمين ببقاء التنظيم وتماسكه أكثر من الحصول على منصب الرئيس. أستاذ أحمد، يبدو وكأن الأبرز في المشهد الرئاسي وكأنه الموضوع ما بين معسكر العسكر ومعسكر الإسلاميين، ولكن التيارات الأخرى الليبرالية كأنها يعني مش في المنافسة بجد، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ هو حتى هذه اللحظة ما نقدرش نقول كده، لأن ما فيش حد يمكن أن نقطع بأنه يمثل معسكر العسكر يعني. لكن هناك طيار الدولة القديمة، وده بيمثله السيد عمرو موسى وأحمد شفيق وآخرين مش منصوبين في السباق، طيار يمكن أن نصفه بالقوى المدنية زي حمدين صباحي وخالد علي وأبو العز الحريري وهذه المجموعة، وطيار الإسلام السياسي، وده برضو بيتحط فيه أبو الفتوح رغم أنه بيحاول يلعب في منطقة الوسط، ومرسي وآخرين. ممكن تكون دي التركيبة الأساسية، لكن في هذه المحلات الثلاثة هناك فرص رهان في كل مرحلة، يعني على المستوى المدني أنا أعتقد أن حمدين صباحي فرصه أعلى من الآخرين، وعلى مستوى الدولة القديمة طبعا عمرو موسى فرصه أكبر، وعلى المستوى الإسلامي في أبو الفتوح فرصه أكبر بكثير من فرص محمد مرسي، لأن زي ما قال الأستاذ نجاد الدفع بمرسي هي مسألة تنظيمية بحتة، لأن الإخوان عندهم علامة استفهام كبيرة اسمها أبو الفتوح، في حالة تعاطف كبير معاه من جوه الجماعة، شعبية تزداد يوما بعد يوم، شباب الجماعة. في نفس الوقت كان لازم الإخوان يقدموا لأنصارهم مرشح تنظيمي عشان بس ما يروحوش لأبو الفتوح، فعلى الأقل كتلة الإخوان التصويتية في المرحلة الأولى أنا بعتبرها كتلة تم تحييدها بشكل مسبق في اتجاه محمد مرسي، وفي النهاية لن تكون رقم صعب في الجولة الأولى من الانتخابات، ربما
تكون رقم صعب في جولة عادة إذا حدثت، خاصة إذا حدثت بين مرشح مثل عمرو موسى ومرشح مثل أبو الفتوح. دخول وخروج السيد عمر سليمان كيف رأيته؟ لأنه هذا الدخول في السباق هو ما جعل الإخوان تعود مرة أخرى إلى الميدان. بص أنا طبعا هم يعرفوا أكثر لأنهم في قلب العملية. أنا ما بقتش فاهم كم الرعب اللي حصل في الحركة السياسية لمجرد أن عمر سليمان قرر أنه ينزل. بس يبدو لكن الرعب لم يصب يعني يصيب فقط الإخوان، أصاب كثير من التيارات. لا هو في الحقيقة أصاب شؤون بس، هو أصاب كل المرشحين بلا استثناء بما فيهم السيد عمرو موسى، بما يعني الوحيد اللي كان مرتاح ومش قلقان شفيق. وأنا كان في رأيي أن الفريق شفيق كان متصور أن لو عمر سليمان نجح هيجي هو نايب ونخلص الموضوع ده على خير. أنا ما أعرفش ليه، وأنا في تقديري أنه في ظروف ما لو أن السيد عمر سليمان كان نزل إلى التسابق ربما كانت فرصه هتبقى عادية أو يعني عادية أو أقل من العادية. لكن الشيء الثابت أنه بنقوله عمل ردة فعل وصلتنا إلى مأزق تعديلات قانون العزل ووصلتنا إلى الحالة اللي احنا موجودين فيها. ليه بقى وصلتنا على الرغم من حضرتك بتقول من شويه انه لو كان نزل ما كانش؟ لانه الاخرين، انا في رايي ان الاخطاء التي قامت بها الثوريه من ناحيه واللعب اللي اتعمل في فكره الارتباك الامن ومش عارفين ايه وكذا خلت الناس تبحث تخلي رقم واحد عندها الامن. فلما تجيبي واحد جايب مخابرات والمخابرات لها عن الناس، يعني المخابرات بالنسبه للناس هي رأفة الهجان وهي مش عارف دموع في عيون واقع جمعة الشوان، يعني هي دي المخابرات، يعني هي غير البوليس يعني. وبالتالي لما تجيبي راجل جاي من الناحيه دي يعني والناس بتبص له على ان هو ده يا رأفت الهجان، هو اللي كان مشغل رأفت الهجان، يعني حاجه في الموضوع ده. عرفوش طبعا ان محمود عبد العزيز شخصيه مختلفه، بس ده اللي حصل. ده بيخلي عند الناس شوق لفكره الدوله القويه، وده غير الدوله القاسيه. يعني انا رايي ان المصريين كرهوا الدوله القاسيه لكن لازالوا يبحثوا عن الدولة القوية. لما نزل عمر سليمان ادى للناس الانطباع ده، راجل من جوه من قلب الدولة. أي ناس؟ الناس العادية. الناس العادية اللي انتوا بقى تسميهم حزب الكنبة، تسميهم زي ما انت عايزة. هم الناس دي شافت في عمر سليمان ايه؟ شافته هو راجل. هو اللي خوف الطيارات؟ طبعا. اولا راجل من جوه الدولة، يعني عارف مفاصيلها. لم يشترك مباشرة في الحكم لانه كان نائب للرئيس لمدة ايام فما شاركش في الحكم. المخابرات ليها عند الناس وضع مختلف تماما عن وضع اي جهاز امني. وبالتالي الناس قالت لك ايه ده ينفع، وبعدين نازل بنفس ان هو اللي جاب الاخوان. اول واحد تناقش مع الاخوان المسلمين واجتمع بهم كان عمر سليمان. يعني اول واحد الاخوان المسلمين راح اللي جابهم اللي اعاد الاخوان المسلمين الحياه السياسيه بعد 25 يناير على طول، يعني طلعوا من السجن فوضهم وجابهم وعرفهم على المجلس العسكري ودخل بيهم على اللجنه اللي اتعمل برئاسه طارق بش كان عمر سليمان. فكانت الفكره جايه كده ان الراجل ده جاي بالشكل ده. طبعا ده يبرر لك ليه الناس كانت مغضوبه. استاذ احمد، هل هناك تخوف من انه انتخابات الرئاسه ستؤجل؟ لانه هناك حديث الان عن مجلس رئاسي انتقالي، عن تاجيل الانتخابات لانه الدستور حاول يعملوه. يعني هل في الاجواء ما يقول انه ربما هذه الانتخابات الرئاسيه التي يرى المواطن العادي انها هي الخلاص، هو ينتظر الرئيس القادم عشان يطلع من كل المشاكل اللي هو فيه، انها ربما تؤجل؟ يعني انا اعتقد ان ما فيش حد بيتمنى ده او بيسعى لده، سواء المجلس العسكري او القوى السياسيه. لكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا اسمها تاسيس الدستور او لجنه اعداد الدستور. فكره ان يعني الاداره التي أدارت انتخاب لجنة الدستور والجدل اللي حصل والأزمة الكبيرة اللي حصلت اللي ما اتحلتش لحد النهاردة، وحتى كل الاجتماعات التي كانت تتم في الأيام السابقة ما بين التيارات السياسية المختلفة لم تحسم. المفترض أن يوم السبت يبقى في اجتماع لهذه الأحزاب مع المشير شخصيا. في الاجتماع السابق المشير كان حسب ما خرج من هذا الاجتماع من أنباء كان واضح وكان حاسم، وفي بعض الآراء كان حاد وقال لهم إن احنا عايزين الدستور الرئيس يجي يقسم على الدستور الجديد، وزي ما بيقولوا حط لهم العقدة في المنشار. أنا معرفش الأحزاب هتروح يوم السبت تقول إيه للمشير، لأنها حتى هذه اللحظة ما توافقتش. هي مسألة أن يأتي رئيس قبل إعداد الدستور أو نضع الدستور قبل أن يأتي الرئيس،
هي دي ما زالت اشكاليه. ربما تحدث مفاجآت في اجتماع السبت اذا لم يحدث توافق حول هذه والمشكلة الآن التوافق يجب أن يأتي من ناحية من؟ من ناحية الأغلبية التي كانت في الدستور الذي كان يكتب، أما من ناحية أن تتواضع أيضا أو تتفهم التيارات التي كانت تعتبر نفسها أقلية داخل هذه اللجنة؟ يعني التوافق المفروض يجي من الجميع، لكن الأغلبية لديها مسؤولية. يعني العثرة الآن في هذه اللجنة الجديدة الأغلبية لديها مسؤولية حقيقية، لأنها حتى في من الجمعة الماضية أو حتى قريب اعترفت بأخطائها في مسألة تشكيل الدستور. رموز من داخل هذه الأغلبية اعترفوا بهذه الأخطاء، سواء من حيث إصرارهم على نسبة البرلمانيين في هذه اللجنة أو حتى اختياراتهم التي جافت كثير من المنطق في بعض الأحيان. جزء من المسؤولية يقع على هذه الأغلبية، وأيضا هناك قوى مدنية قدمت مبادرة واضحة فيما يخص هذه اللجنة، ثم تنتظر حتى هذه اللحظة أعتقد لليوم الرابع أو الخامس أن يرد حزب الحرية والعدالة وحزب النور على هذه المبادرة. المفترض أن في اجتماع يوم السبت، هذا الاجتماع يؤجل، يعني كان المفترض أن هذا الاجتماع يتم من يومين.